ومقتنع به وكذا كل شيء. هو شكون ضغطك البديل؟ نسيته. يظل افريقي ما شكون وقتها. مش مشكل باهي، هاي كمل اللي قلت لي سي حمادي شبيه. فهمتني؟ قال لي وكذا كل شيء، مشيت قلت له اسمع ما نعملوش الدو انا مع سي حمادي، راه سي حمادي خونا وكذا وعلاقتنا طيبة وكذا وكذا. قال لي عملت مبروك. كلمت سي حمادي قلت له راهو هزينا يدينا على العكروت مبروك عليكم. معناتها في تو العلاقات بين الكلوب والاسبيرونس كانت علاقات شوف تو هي توترت العلاقات برشا، ما كانتش العلاقات هكايا معناها صحيح كنا معناها ثم ساعة ونص لاعب تفصلنا، أما بعد علاقة أنا أغلب أصحابي أنا من النادي الإفريقي وما عندي حتى مشكلة، ما كانش عندنا ساعة ونص تفصلنا مبروك على اللي فاز وحظ أوفر للي يخسر. مسيرة طويلة أكيد كما كنا نحكيو 30 سنة أكيد عارف برشا ملاعبية، كيفاش كانت علاقتك بأغلبهم ملاعبية؟ طيبة برشا. شوف يعرفوا اللاعبين وأنه ثم حاجة لا جدال فيها هي سمعة الترجي وأنا يظهر لي معناها مش أنا بركة معناها المسؤولين اللي تداولوا من عهد بكري إلى يومنا هذا يعرفوا اللي ثم مهمة باش يقوم بها لاعب ولا مسؤول ولا رئيس ولا مسير هو الارتقاء بالترجي إلى مراتب. فما لاعب يبدو أنه كانت علاقتك به مش باهية برشا. مؤخرا عملت فيديو نحكي على احمد الحامي، عارف شفت الفيديو ولا؟ والله ما شفتهاش الفيديو. بون نعاودك العباد اللي تسمع فينا قال كلام تاع اتهامات نتاع سمسره خاصه اللي كنت وماهر الكنزاري حبيتوا تخرجوه مترجي وقت بتجيبوا ملاعب اخر. شنو ردك على الكلام هذا؟ اسكو شنو صحيح فيه من غلط؟ ربي يهديه. احمد الحامي صارت في وقت من الاوقات هكا معناه ولا هو ما عادش لاقي معناه مكانه في الترجي، وتعرف لاعب كي ما عادش يلقى مكانه في الترجي يبدا يلوش في تبريرات وحاجه زي كذا. انا ما عندي شيء ضده. شنو صار وقتها؟ اسمع سي حمدي اسمع فهمتني وهكذا وانا ما قلتش سي حمدي اسمع بسلوكه معناها خرج ياسر حاجه هكا من نوع هذا ولا ما وصلتش قلت حتى كلمه ما حبيتش نزيد نوتر العلاقه على خاطر وقتها احنا معناها نخوضوا في مقابلات تلو الاخرى ما عادش كيفاش سمع سي حمدي ماشيين في الستاج فهمتني هو جا طلع قال اهبط من الكار وكذا كل شيء وخرجوا من المجموعه هبطوا من الكار معناها اما انا قلت له حميته وانا ما عنديش عداوه راه علاش فيزيك انت بالذات وماهر الكنزاري والله لست ادري يمكن ما حبش والله ما نعرف قال عملتوا مجلس تاديب وقتها هو حب رئيس النادي احمد اكيد نعم مجلس تاديب كي يكون معنا لا مش هذا سؤالي انه علاش وقتها حب رئيس النادي يحضر في مجلس التاديب ما حضرش فيه وقتها ما حضرش رئيس النادي واحمد حب رئيس يكون حاضر معناها ما تجيش رئيس النادي مجلس التأديب ما يجيش كل ما نحضروش الرئيس في كل حاجة الرئيس عنده مهمة معينة ما يجيش ثم مجلس التأديب ثم رينو تكنيك ثم حاجات يحضر فيهم الرئيس وثم حاجات ما يحضرش فيهم معناها مش عنده الحق يحضر بطبيعة الحال أما ثم مجلس التأديب يحضر فيه رئيس الفرع قائد الفريق واللاعب اللي معناها كذا كل شيء وريسبونسابل جريديك كذا 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 ومن بعد في الاخر الجماعه هذوما الكل ياخذوا القرار نتاعهم. الديسيزيون كان وقتها تخلي على احمد الحامي. نعم. باهي نحكيو ايضا من الحاجات البارزه في مسيرتك المقابله الشهيره بين ترجي الرياضي التونسي ونادي حملم في يوم 8 ابريل 2010 هكا مقابله نتاع قصر 2010 ايه 2009 ولا 2010 والله في 2010 يعني 2010 شنو تتفكر شنو قعد لك من المقابله هذيك؟ عملت معناه بوليميك كبيره مانيش عارف علاش شنو فما علاش ماتش شد احداث كبيره برشا في المدرجات شد ماتش قص الضوء لوقت طويل اكيد فما علاش اي صحيح كي قص الضوء راه ماك تعرف
وبرشا ناس تهمت الترجي قصة الضوء. هو برشا كلمات قال عليه الماتش هذاك. أولا تعرف ثم حاجة أكي بروفيت الكريم نحب نشوفه توكي نشوفه خاطر ثم حاجات سياسية ما نحبش ندخل فيها. كان فما حاجات سياسية بطبيعة الحال كيفاش هذا كان الجمهور معناها هذا كل شيء يطفى الضوء ويخرج الجمهور تصير كل واحد وضرب ومضروب. راك الترجي سي فري كانت خاسرة 3-0 أما لكن بعد رجعت المقابلة وماركيت الهدف الأول والثاني. دوك احنا كنا كل متوقعين وأن الترجي باش تقلب الترة وبتفوز. فجأة اتقص الضوء. تهمون الناس وأنه احنا قصينا الضوء. أولا كي نقصوا الضوء نخسر المقابلة آليا. تعرف كيف بروزيفون تخسر. هذه حاجة. الحاجة الثانية وليش يقصوا الضوء احنا ديجا ما رجعنا هو كي يقص الضوء معناتها مش بفعل فعل يعاود يستنى في المقابلة. علاش تخسر؟ تخسرش قانونيا ما تخسرش. لا 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 تقص الضوء ربع ساعة 14 فيني الجمعية اللي صارت نفس صار نفس الشيء مع الأولمبيك دو مارسي عهد بيرنار تابي. ليه ليه تخسر المقابلة؟ أنا نتفكر حالة أنا صغير وقتها أنا ما نزلت مين فاش ماتش هوند ما نزلت مين نسيت مع شكون وقتها قص الضوء كيف كيف نتفكر الماتش بعد كمان ما خسرناش معناها عاودوا عاودنا لعبنا الماتش من جديد معناها يسمح لي كيف تعاود تلعب ماتش هوند كيف كيف الفوت ولا ما لا لا مش كيف 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 تعاود المقابله تعاودها 0-0 ونلعب ولا 3-2 ونواصلوا. فهمتك صعيبه شويه الحكايه. باهي شنو صار شنو ما تحكيش عليه الماتش هذاك وقت مش حاجات ما قاعدوا ما تحكيوش ما نعرفش في اللي كولي شنو ما شكون حكيت شكون حكي معاك اكيد انت بيدك ما كنت مش فاهم شنو قاعد صاير ولا بطبيعه الحال مانيش فاهم انا قاعد في المنصه وقتها مانيش فاهم الشيء هذا كله والهيجان متاع الجمهور فجاه وكانه معناه محضرين حاجه خلاني يقولوا انه معناه الثوره باش تخرج من ملعب كره القدم خاطر كانت امور عاديه. ونزيد نقول لك حاجه اخرى معناه الماتش اللي قبل رجع الجمهور والترجي معنا كذا وذاب وجاب كثافه انا بدي من لليوم ما تعرفش شنو صار لليوم ما نعرفش شنو صار ما حاولتش تسال بعد ما عندي شيء هذه الخاصه ذاك اي مسج خلي عندي انا قول لنا عليهم شنو صار مسج للتاريخ اكيد معناتها طبعا عنده 11 عام الحكايه اكيد اللي يهم لعبه تاعها هذا هذه ما عندي حتى معناه شيء انا قلت اي يمكن امن خاف لا 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 توت الاحداث تفضوا باش خرج الجمهور ويقفل المقابله افكتيفمون هو معناها نقولوا احنا ثلاث ارباع نتاع الجمهور خرج وبان ووصلنا للمقابله معناها والجمهور هذاك معناها اغلب الجمهور جمهور الترجي تعرف قمع وحشي وقتها. نعم جمهور الترجي وقت تعرف العمليه قمع وحشيه كانت من قوه الامن وقتها ما عملتوش رياكسيون ما عرفش ولا وقتها ما كان يتكلم حد ما تنجموش مش ما كان حد بالله تو هذا انت الجمهور انا ما كنتش موافق باش تكون رده الفعل عند الجمهور هكاك فهمتني على خاطر الجمهور انا عندي فكره اخرى الجمهور ساعات معناه التصرف نتاعو يكون غير عادي حتى قوة الأمن عندك ما تقول فيهم التصرف نتاعهم ساعات يكون غير عادي نتاع استفزاز هذا وقتها كيف كيف ايش حاب نقول هذا عون أمن انا والله من برا انا مجيت باسمي الخاص هو التجاوز منا ومنا لا تصير اعتذرت لدى قوات الامن قلت لهم سامحونا شفت انا شفت بعض اعوان امن مضروبين ومجروحين والى اخره فهمني اعتذرت لهم لكني ما انا تحبوا هذا عون امن من 8 نتاع الصباح ولا 9 نتاع الصباح وفي استاد جد وكاكه على كسرول يخدم على روحه يخدم على روحه يا اخي ما فكر الظروف هذيك بعد يزيد يضرب خاطر شفته انا بعد هبطت وشفت شفت جمهور الترجي مضروب وشفت عوان امن مضروبين شيء اسف هي مقابل كره القدم ابريتو صحيح وبيك سام انا علاقتنا مع حمامنا وقتها ممتازه وانا شخصيا اعطيتهم مرتين في جرة بعضهم صابر خليف سلفتهم فهمتني بتصير هكا باهي مازلنا مواصلين معاك سي بدين الحوار نجم الساحه يتاهل على حساب نادي الجيش الرواندي 4-0 بعد شوية ناخذ ونيس الكنين ناخذ هم ما صار كيف كيف صارت مناوشة حتى اليوم بين يبدو انه قال اعتداء على رئيس النجم الساحلي من قبل بعض قوات الامن تنحكيو عليهم بعد شوية عاش عندك تعليق
لا حول ولا قوة إلا بالله. تناخذ وينيس كناني بعد شوية في سوسة، ناخذ عنده أكثر تفاصيل. فاصل قصير.